صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الإبرة التي تكون في الوريد تفطر؟ إذا كانت مغذية لا شك أنها تفطر، لأنها تجي تغني عن الطعام والشراب. أما إذا كانت ما هي مغذية فالأحوط أنه يفطر، الأحوط أنه يفطر، لأنها تدعب مع الدم، تخالط الجسم. نعم، فالأحوط أنه يفطر. نعم.